السلام عليكم البنات، اليوم جبتكم طبق خرافي رائع، غراتان تاع جريوات وبطاطا صدر واحد تاع الدجاج وبصله، يجي بنين هايل. جربوه معنا البنات وما تندموش. دوكا نمروا لطريقه التحضير. اول شيء قطعوا الجريوات ديالنا هكذا، قطع على شكل دائري، ما تكونش خشينه بزاف وما تكونش رقيقه. بطاطا كيف كيف قطعوها هكذا، السمك تاعها ما يجيش خشين بزاف. الكميه اللي حبيتيها حسب افراد العائله، ديري صدر ولا ربع صدر تاع الدجاج على حساب الكميه اللي عندك. حنا رانا نقتصدوا، على بالكم الدجاج غالي، اقتصد قدر الامكان وما يهمش، يجي بنين في كل الاحوال. عندك نص حبه بصله قطعوها هكذا، سيدي قطع صغيره. نتبلو الدجاج تاعنا والبصله كي نحطوها بيتقلاو. اول حاجه نديروها الان نروحوا لهذا جريوات البطاطا، واش نديروا لهم؟ نديروهم في كسكاس، نرميو عليهم مغرفه صغيره ملح، نرشوهم بالملح حسب الذوق الملح طبعا، ما تجيكش مسوسه لازم. ودير حسابك بلي نديرو لاصوص بيشاميل، على بالكم لاصوص بيشاميل فيها الفخوماج فيها زيت تبلاح. من بعد دير حساب الفخوماج اللي ديري، زيدي ديري فلفل الكحل رشي هكذا، كمية لاباس بيها باش تبان لك. نخلطوه مليح هكذا، تدخل التمليحة توشي جميع الخضرة تاعنا. نخليوهم يقطروا، تقطر هذه الجريوات فيها الماء، دوكا كي تخليوها تلقاو طلقت الماء تاعها. نخليوهم يقطروا واحد 10 دقائق ونفوتو نقليوهم. فوالا البنات، ها حطيت الدجاج تاعي، نتبل الدجاج تاعي، ندير له الملح. الصدر تاع الدجاج تاعي راهو يتقلى، هاهو لازم يطلق البنة تاعو، الزيت تاعو حتى يرجع حمر. خليوه مليح، هما مطو دوك نقلي البطاطا والجريوات ونار، وهذا الدجاج كي يتقلى ويخلص دوك نهزو. وفي الزيت هذا نحط البصلة تاعي اللي قطعتها، نحطوها حتى هي تقلى هنايا في هذا الزيت حتى تتكرمل. لازم شوفوا البنات ما تخليوهاش خضراء باش ما تطلقش النكهه تاعها اللي مش مليحه، لازم تكون تقليوها مليح مليح. راهو تقلى لاباس عليه، ها هو قطعتو رقيق يتقلى بالخف. نهزو نحيه من المقلى، نحطو جانبا وندير البصله تاعي. فوالا البنات، انا نحيت الدجاج تاعي حطيتو جانبا، نروح للبصله تاعي نرجعها. في نفس المقلى ندير لها رشه ملح باش يدمل معايا بالخف، وكي طيب نزيد نجبدها نحطها مع الدجاج. نعل النار نحطها مع الدجاج ونقليو البطاطا تاعنا والجريوات ونكملو نديرو لاصوص بيشاميل ونصطفوها في الفور. نوري لكم الطريقة وبصحتنا. والله البنات راهي تقلى، دوك نحط لها نسليط لها لتر تاع الحليب، وكي نخلص نضيف لها ملح فلفل الكحل والفخوماج اللي عندي. دونك انا صافي لكم لاصوص بيشاميل واش الفيديو وقمنا بحضر.
ندهن الصينية تاعي، لو كنحط البطاطا هي الأولى، نزيد البصلة الجاج، ونزيد الجوات هي الأخرى، ونزينهم بالفخوماج ولاصوص بيشاميل. ثاني وجدتو، حطيت البطاطا من تحت، حطيت الجاج تاعي والبصلة، وفي الأخر حطيت الجريوات. لو كندير له لاصوص بيشاميل من فوق، هاهي شوفوا ليها كي جات هايله. نحط نوزع على كامل الاطراف، وراح نحط الفخوماج كيما قلت لكم. البنات تحبوا تحطوه هذا جديد راح نجربوه، ولا تحطوه هذا، ولا اي فرماج يكون عندك. هذا فرماج ساندويتش تحطيه من فوق، تسد فيه فوق الغراتان تاعك. فوالا البنات، نجيب الفخوماج تاعي نحطو من فوق، ندير كمية لاباس بيها. باش يجي الغراتان تاعي بنين، نحطو في الفرن نوريهولكم في طبق التقديم. الكراتان تاعي راهو جد، شوفو خرج يشهي، شوفو متنساوش الاشتراك ودعم القناة، وشكرا لكم، سلام.